سؤال مشترك انتوا الاثنين، وهبدا بيك يا ايمن، لانه بالتاكيد الماتشات الاخيره في الدوري العام اصابت جماهير النادي الاهلي بنوع من القلق، وحتى ماتش افريقيا نفسه عملنا 26 دقيقه من احسن ما يكون 3-0 وسمحنا بهدفين يدخلوا مرمانا، كسبنا 4-2 وضيعنا جون كتير، لكنه تحس انه في جزء من القلق شويه عند جمهور النادي الاهلي. هل بتشاركني هذا القلق ولا كل الناس يقول لك لا الاهلي في المباراه دي حاجه ثانيه خالص؟ يعني هو انا متفق معاك في الحتتين، ماشي، في القلق ده طبعا موجود، وللامانه يعني لما الفريق بيفقد نقاط في بدايه الدوري، خصوصا ان الدوري برده السنه دي ما نقدرش نقول عليه ضغطه الكبيره، والدوري كمان نظامه مختلف، فانت لازم تجمع نقاط في الاول كتير، فده لازم طبيعي جدا يبقى فيه قلق. ولكن فعلا النادي الاهلي اللي احنا شفناه ان في المباريات دي تحديدا، لان في دوافع مختلفه، في اجواء مختلفه، اللعيبه بتخش في دنيا تانية، يعرف انت كده بيتعزلوا عن حاجه هم بيعملوها متعودين عليها، بيخشوا على حاجه مختلفه تماما. فاعتقد ان المباريات اللي زي دي النادي الاهلي بيظهر فيها بشكل مختلف. بس انا فرحان قوي بالملعب بتاع الاهلي اللي في مدينه نصر، جميل جدا. وعلى فكره دلوقتي بيزرعوا البذره بتاعه الملعب اللي في التتش، عشان كده ما هيتمرنوا شويه في مدينه نصر. كويس، واعتقد دي من الحاجات اللي للامانه برضو ناس كتير كانت بتطالب بيها، لان هي كانت بنتكلم ان ممكن تكون عامل مؤثر على الاصابات. 10 على 10 اكيد طول ما انت بتوصل النادي الاهلي، بص بيوصل لفين، فلازم دايما انت حتى كنادي اهلي. وانا الحقيقه انا شفت الزمالك لانه الملعب الترتان ده بقاله بالظبط من 2012 بيلعبوا عليه كتير ماتشات. لا من 2012 الترتان قديم، يعني بقاله 12 سنه، فحرام لو الفرق الناشئين حتى بتوع الزمالك او اي فرقه بتروح هناك. كره القدم النسائيه الماتشات اغلب الملاعب اللي بتلعب عليها عموما بتلاقيها الترتان ده، فبرضه الموضوع صعب. انا بتكلم كل المسابقات الناشئين، حتى لما الاهلي بيروح يلعب الزمالك في الزمالك لا صعب طبعا، بيلعبوا على الملعب ده وكل مباراه. فانا نشدت المسؤولين في الزمالك انه هذا الملعب اصلا لا يليق بنادي الزمالك، يعني شوف هنا الملعب حاجه تحفه. اتفضل يعني. فلا فاعتقد ان يعني فكره ان شفنا يعني حتى بمباراه العين شكل النادي الاهلي كان مختلف تماما. صحيح. وكان جاي من مباراه حتى قويه امام الزمالك في السوبر، فالمباريات دي بيبقى لها شكل تاني كمان. الدوافع، فكره ان انت بتخلق للاعب دافع جديد، يعني ممكن في بعض الاوقات هو بيصاب بالملل من ماتشات الدوري، فيبقى حاسس ان هو طب انا هنزل ممكن اكسب في اي وقت، فتعقرب معاه. يجي في ماتش افريقيا، طب ما انا مثلا لما بلعب بره ارضي بخرج بتعادل تمام، وانا بلعب هنا مع فريق تصنيف رابع، طب يلا ما احنا جبنا 3 والدنيا ماشيه. لكن في ماتش زي ده لما بيخش في كامل تركيزه بنشوف مستوى تاني. حتى للامانه احنا شفناه مثلا يعني مع بايرن ميونخ، في ناس كتير بعد الماتش قالت لك هو الاهلي ليه ما كسبش بايرن ميونخ. لما لعبنا ريال مدريد ناس كتير قالت من احسن الماتشات بالظبط، ان انت ما ينفعش تطلع السكور 4-1 ده، لا مستحيل، سر الماتش غير معبر عن سر الماتش. نعم. فالنهارده انت في البطولات اللي زي دي لما بتخش في الجيم بيبقى شكلك مختلف، تبقى امورك مختلفه، خصوصا كمان انت هنا بتلعب في قطر، الجمهور الناس اللي مسافره من هنا والناس اللي مسافره من الخليج غير المصريين اللي في قطر، حاجه رائعه. انت متخيل في يا كابتن شوبير في الظروف الصعبه دي الناس لسه قادره ان هي بتحاول تسافر من دول مختلفة. مزبوط. عشان تشجع وتأذر النادي الأهلي، فدي حاجة لوحدها اللعيب نفسه لازم يبقى حاسس طب أنا على الأقل أعمل اللي يخلي الناس دي تبقى مبسوطة. فده ممكن مع منافس بتلعب حد زي باتشوكا في سيمي فاينل يبقى دافع أكبر ليك. قطر الكاس نفسها، أن أنت تاخد كاس لقب قاري تاني بمكافآت تانية بفلوس جديدة ببطولة جديدة في الرصيد ما حدش عملها قبل كده، لو حد عملها بعد كده هيتقال إيه أن أنتوا أول ناس عملتوها، دي نفسها مجد. هتلاعب ريال مدريد تاني، يعني انت كلاعب هتلاعب ريال مدريد ماتش رسمي نهائي تاني العالم كله بيتكلم عليه. فكل دي ان شاء الله تبقى دوافع تخلي ان النادي الاهلي القلق اللي احنا قلقانينه من مباراه الدوري يتحول ان هو ان شاء الله يبقى نوع من انواع الدافع، نوع من انواع الثقه، نوع من انواع ان انا بطل القاره اللي لسه وانا في القرعه الناس بتقول ايه؟ النادي الاهلي. نادي القرن اللي متوج ب 27 لقب قاري، النادي الاكبر في افريقيا والشرق الاوسط. وفي صحف النهارده بتتكلم لما تيجي تقول لك العملاق، العملاق القاهري عملاق افريقيا يلعب الافتتاح، زميلنا كريم رمزي تقريبا الناس كانت بتشير ان هو تواصل مع صحفي في ماركا قال له انتوا كاتبين ان الانتر ميامي هيلاعب فريق عادي. راجل اعتذر. صحيح. وغير العنوان الفيديو هنا. الراجل غير العنوان بتاع ده تقدير، هو مش هيغير العنوان عشان خاطر حد من مصر يكلمه بالظبط، لكن هو عارف لا ده النادي الاهلي ده ريال مدريد افريقيا.
فالنهارده كل ده رصيد الارث اللي فاروق بيتكلم عليه. ده اللي انت بتبني عليه، اللي هو النهارده شوف كل يوم الصفحه الرسميه للفيفا بتنزل صوره فيها لعيب مختلف من النادي الاهلي بالتيشيرت، النهارده علي الراعي الرئيسي، امام عاشور، امام عاشور قبل كده، الشناوي قبل كده، مش عارف بيرسي تاو، وسام باللوجو بتاع النادي الاهلي، الراعي بتاع النادي الاهلي الرئيسي موجود، كل ده دي كلها فلوس، كلها صحيح. تسويق، كلها صحيح. انتشار. فالنهارده فرصه 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 ان احنا نشوف النادي الاهلي في نهائي كاس عالم الانديه. طيب فحاجه كلنا بنحلم بيها، واتمنى يعني ان هي تتحقق، عشان والله عايز بس اقول لك حاجه جميله يعني قصه لذيذه بقى، لان كنا بنحكي فبيقول انت بتتكلم على كريم اللي مسافر مع الاهلي مازيمبي لوحده مثلا، وبتكلم على في ناس لحد دلوقتي يعني بتفضل تحوش وتعمل عشان ناس صحابنا اللي مسافرين قطر كتير، بتعمل حاجات بتقسيط وحاجات كده عشان بس اقول لك حاجه. والله يا احمد انا الكلام ده يمكن من 7-8-10 سنين كده في الساحل، كان في مكان اسمه بلاتفورم تقريبا في الساحل قبل ما الدنيا تفتح الفتحه دي، كان ده المكان الوحيد كان قدام مارينا الناس بتصرف فيه، وانا ماليش اصلي في الخروجات، فرايح اجيب بقابل حد يعني من اصحابي واجيب حد من اولادي من هناك يعني، فلقيت ولد قاعد يقول لي تشرب ايه؟ فقلت له انا ما بقى، قال لي لا تشرب ايه تشرب ايه تشرب بإلحاح شديد جدا يعني. فقال لي بص انا اهلاوي جدا وانا مش عارف ايه، عادي كلمتين عاديين يعني. قال لي بص انا بشتغل الثلاث شهور دول عشان اجمع حق التذكره عشان الاهلي، والله العظيم ثلاثه الاهلي عنده مباراه في افريقيا، مباراه كذا، وانا قربت اخلص الثلاث شهور وان شاء الله قربت اخلص حق التذكره عشان اسافر ورا النادي الاهلي. فانا بصيت له كده بايه اللي هو ايه، فانا عايز اعمل حاجه يعني. قال لي على فكره انا الحمد لله تقريبا كملت حق التذكره، يعني ما تفكرش انك تساعدني في حاجه، هو متعته انه يتعب وان يجيب الفلوس بيقول لحضرتك عشان يعرفك طبعا عشان علي معلول حكى مره ان بعد التاسعه القاضيه طلب دليفري باين او حاجه، والراجل لما راح ولقاه قال له مش هاخد الحساب، ده كفايه اللي انت عملته في ده عمل بسيط، فدي فرحه دي فرحه يا كابتن، فحاجه بتبقى جميله يعني. طيب عايز اسالك وتجاوبني بصراحه، احنا قدامنا حاجه من اتنين، يا اما نلعب ماتش مفتوح وجميل وانت وبختك في الكوره، يا اما نغلس ونرخم ويبقى دمنا تقيل ونقفل المباراه وفي الاخر انت يعني تقدر بقى تخطف جون تنام عليه تضيع رتم المباراه تضيع حلاوه المباراه، ولا قدامنا اوبشن ثالث انا مش عارفه. قدامنا اوبشن ثالث انك تقدر تعمل مباراه متوازنه غير ممله غير فقيره فنيا، وفي نفس الوقت تقدر تاخد اللي انت عايزه. انا شايف ان التوازن في الكوره ده دايما شيء مهم جدا، ومن الذكاء ان انت تتعامل مع المباراه برتم مختلف وبطرق مختلفه. لكن بشكل عام بعيدا عن الثلاث اختيارات دول، انا دايما من انصار اللي تكسب والعب. حلو. التاريخ النهارده لو حضرتك جبت ولد اهلاوي صغير كده عنده 19 سنين هيسمع لك ان الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا سنه 82 او ايام ما كانت كاس افريقيا للانديه الابطال الدوري، كسب الاكس في 87، هيعدلك بالتاريخ الاهلي وهو ما اتفرجش وهو مش عارف مين اللي جاب الجول في 82. لكنه تاريخ. فالاهم انا دايما من انصار بستغرب يعني، لكن هي حريه طبعا. كل واحد له حق ان هو يفكر بطريقته ويستمتع، لكن مندهش من الناس اللي بيقول لك انا لا المهم عندي استمتع ومش مهم النتيجه. لا هو نفسه اللي بيقول استمتع لما بنخسر يقول لك عندك اخطاء كتيره وانت غلط، الملعب كان مفتوح ومعلوم كان وراه مساحه وفلان كان وراه كذا. مش معنى ان انا استمتع ان انا افتح الملعب واعمل كده. احنا من انصار الاستمتاع لكن مش بالشكل ده. وهو حتى فلسفه المدربين عموما، المدرب اللي بيهاجم مش بيهاجم عشان يستمتع. هو جوارديولا بيهاجم وبيمسك الكره كتير لانه مقتنع بالظبط. خسر يعني منهار طبعا بطريقه غريبه جدا، انهيار غريب لسه كانوا بيتكلموا في الفاصل مع ايمن انها قفلت. اوقات بتقفل في الكوره ملهاش حل يعني. فتحت كسب بروسيا بالظبط. فالمدرب اللي بيهاجم او بيمسك الكره كتير او بيباصي كتير، ده لان عنده قناعه ان الطريقه دي هتكسبه. هو مش بيلعب عشان يستمتع على فكره. مورينيو لما بيقفل الملعب مش قصده ان هو يبقى رخم ويضايق الخصم، هو مقتنع ان انا هقفل على مفاتيح لعب المنافس وهضربه بمرتدات وهضربه بكرات ثابته، فدي الطريقه الاذكى في كره القدم. فهو دايما فكره الديبيت بتاع الكره الهجوميه والدفاعيه دايما نابع من وجهه نظر المدرب وقناعته ان الطريقه دي هتكسبه. فلا انا شايف انه طبعا كولر يقدر يتعامل بذكاء، ما ينفعش تفتح نقدر الملعب. نلعب كره حلوه، تقدر تلعب كره ونقدر نكسب وتقدر تكسب. هل نقدر نفرض اسلوبنا على باتشوكا؟ طبعا
طبعا انت ما ترددتش طبعا بدون تفكير. لو بوتافوجو كنت هفكر وكنت هتردد لكن باتشوكا طريقه لعبه واضحه الى حد ما تقدر تحرمه من مميزاته، وبالتالي انت النهارده انا شايف ان الاهلي يقدر. وهرجع اقول لحضرتك تاني الكلمه اللي قلناها في الفصل اللي فات، مش عيب ابدا انك تبقى مبسوط ان بوتافوجو ما تاهلش. الكوره كده يعني لا أنا مش عيب، ايه ده، احنا فرحانين جدا فرحانين جدا بالظبط. انا مبسوط ان الفريق التقيل، الفريق اللي عنده امكانيات كبيره جدا ما تاهلش، لكن باتشوكا فريق محترم عنده عناصر رائعه فرديا، لكنه جماعيا لا فريق تقدر تفرض اسلوبك عليه. انا عندي قناعه ان الاهلي يقدر يفرض اسلوبه في المباراه.